أنا ما شفتوش كامل. نعم شفتي بعض اللقطات؟ شفت لقطتين أو ثلاثة. شفت اللقطة الأولى يقولوا العربي، وأنا قلت البشير راك غلط في هذه الكلمة. يقول العربي راح لاغوبيرتسو وين كان محمد الطاهر يقرأ، وقال له ما تطلعوش الجبل حتى نجيبوا الاستقلال، مستحيل. العربي كان يحث الشباب على الكفاح. هذه غلطة من سي بشير. نعم. الثانية مانيش عارفة، يقول باللي منعوني على جال القضية بين بنبلة والعربي. نعم. أنا رديت قلت لهم إذا كان فيها يعني اختلاف، هذه ثورة عارمة وفيها عدة أشخاص، مش لازم يكونوا كل في نفس العقلية ونفس، إذا كان اختلاف. ومن بعد كي كثر قلت لهم حق. كانت أنا ذاك بين بنبلة ومحمد العربي كان دائما الاختلاف. نعم. بدات بين بنبلة والعربي في تعيين الستة الأولين على الولايات. عندما عينوا العربي للولاية السادسة بنبلة ما حبش. نعم. قال لهم كيفاش تجيبوا واحد من الولاية الثانية؟ وتحطوه في الولاية الخامسة، كل ولاية الخامسة فيها رجالها. ما تصورش هو باللي بالذمة بدلوا، فلربما هذوك الأشخاص ديدوش مرادة وهالقسمة الشرق ولا كل هذيك. إذا الخلاف كان موجود. موجود من قبل. نعم. قبل مصر وقبل هذيك الحديث من قبل موجود. نعم. يعني بين بنبلة والعرب. إذا كان يمنعوا الفيلم على هذه ماهوش يعني، هذه قضية معروفة. نعم. الاختلاف في مصر كذا. وأنت ولكن قلتي في بعض الخرجات الإعلامية ديالك سيدة ظريفة، قلتي أنه ربما ما داروش بعض المشاهد التعذيب تاع محمد العربي بن مهيدي. هذه وزارة المشاهدين والثقافة. هي اللي قالت أنه نسبوا البشير باللي وعلاش ما دارش تعذيب وهذوك فعلا. وانا ايضا. نعم. كيفاش يقول باللي اشكون اولا دخل السجن وما عذبوش الاستعمار؟ ما كاش لا تورتور سي سيستيماتيك. ما قبل ولا ما فيهاش حد. انا الاولى قلتها البشير، يقول باللي بطاطرب عذبوه، يغيل الحريز عذبوها فعلا، ابراهيم شرقي عذبوه والعربي عقبوه طورقوه برك. هذه تصورها العقل؟ أنا قلت البشير هاتفيا عيطت له، قلت له بشير راك غلطت غلطة لا تغتفر في حق الشهيد، حتى ويغفر لك هنا الشهيد ما يسمح لك. كيفاش قلت له؟ قل لي واحد دخل السجن وما عذبوش الاستعمار. إذا كنت صريحة مع يعني بشير دراز، كنت حتى صريحة. واحد ما عنده حتى علاقة بالثورة كي يحكموه يعذبوه. إذا كنت صريحة مع بشير درايس أنه صريحة. لازم نورو وقلت له بلوى، قلت له الجزائر راه يقولوا وزارة المشاهدين والثقافة راهم قالوها عالميا باللي عطاوك 93 مليار باش درت الفيلم هذا. هذا حساب عدد كبير. قلت له قل لي باش جحفت التعذيب تاع العربي وتحفت يعني باللي قتلوه يعني عداو طرقوا هكذا بكل سهولة، قل لي من وراء البحار الاستعمار شحال عطاوك باش خفيت الحقيقة؟ هل لي بينوار ولا الحركة ولا الدولة الفرنسية واش عطاتك باش جحفت هالخبر؟ العربي حقيقة قتل من طرف الاستعمار. العربي سي تان كريم ديتا. العربي ما حكموهش هك وقتلوه، العربي عذبوه وباش حكموا بالإعدام ليه سي فرانسوا ميتيران كي أنفايي لهنا الجزائر قال لهم قتلوه. أنا طلبت فرنسا قلت لهم سيت ان كريم ديتا. نعم. سيت ان الفو الدولة الفرنسية حقيقية. فرانسوا ماكرون وغير ذلك من الحكام الفرنسيين نفسهم اللي يستعرفوا. خاطر باش دولة كان آنذاك وزير العدل فرانسوا ميتيران، كيفاش يعطي ان اوردر باش يقتلوا واحد؟ نعم. هذا باسكو ما قرش وما عطاهمش حقائق وما حب يمضي لهم حتى ورقة. طلبوا منه باش يمضي معاهم اشياء على فرنسا. نعم. ما قبلش. اذا الفيلم العربي بن مهيدي لبشير درايس سيده ظريفه هو راهو يقول انه هذا فيلم سينمائي ما راهوش فيلم وثائقي، واش تقدري ترجعي له سيده ظريفه؟ اذا ما حقوش يدير فيلم على واحد كي العربي. العربي كان سياسي وعسكري وحارب الاستعمار حتى هو بين يديهم. لازم يدير الحقائق تاع هذا الشهيد وكل شهداء. إنسان عندما ياخذ شهيد باش يدير فيلم يقتبس هذاك، لازم يعطي الحقائق تاعو كل بحلوها وبمرها.